هدوء مريب تعانيه آليا في مدينتها نيويورك، حالة عامة فرضتها تبعات أزمة فيروس الكورونا دفعت عشرات الآلاف من سكان المدينة إلى مغادرتها. ظاهرة النزف السكاني انعكست هدوءا قسريا يخيم على الأحياء السكنية والتجارية على السواء. في الحي الذي أسكن فيه لا تزال المقاهي والمتاجر مقفلة. إنه وضع غير مريح وأنتظر بشوق عودة الحركة إلى طبيعتها. الحياة الآن هادئة. نحو نصف مليون غادروا نيويورك أثناء ذروة تفشي فيروس الكورونا قبل شهرين. معظمهم لم يعد حتى الآن، وبخاصة أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة، وهم بمعظمهم من الأقليات العرقية. 65 إلى 75% من الإيجارات الطويلة الأمد يشغلها أبناء الأقليات العرقية، وهم الفئة الأكثر تأثرا بالوضع الحالي في المدينة. القلق لم يعد مقتصرا على الجانب الصحي، فمنذ بدء موجة الاحتجاجات الأخيرة ازدادت أعداد الجرائم بنسب ذكرت السكان هنا بما كانت تعانيه نيويورك قبل 30 عاما. عوامل ضاعفت المصاعب التي تعانيها الأعمال التجارية التي قد تحتاج إلى عامين إضافيين للتعافي. أنهيت صفقة للتو، واضطررنا في اللحظات الأخيرة إلى تقديم تنازلات كبيرة. خفضنا السعر 100,000 دولار لأننا بدأنا الصفقة قبل 60 يوما، انخفض خلالها السعر بشدة بين اليوم الأول واليوم الأخير. كلفة المعيشة في نيويورك هي الأعلى في الولايات المتحدة، وهو ما يفسر اضطرار الكثير من سكانها إلى مغادرتها في ظل انحسار سوق الوظائف. قد تكون نيويورك تجاوزت الأيام الصعبة من أزمة الكورونا طبيا، ولكن التوقعات هنا تجمع على أن معالجة الآثار العميقة للأزمة اجتماعيا واقتصاديا ستستغرق وقتا أطول بكثير. نبيل أبي صعب، العربي.